بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 39 من سلسلة الدروس شرح مختصر الإمام القدوري ضمن أنشطة الموسم الثاني في برنامج إعداد طالب علم مميز في مركزنا مركز إحياء علوم الدين، ووصلنا إلى كتاب الدعوة والبينات. يعني مراد بالدعوة الطلب الذي يقدمه المظلوم أو صاحب القضية أو صاحب الحق إلى القاضي، والبينة هي الشهود، هي الإثبات، يعني ما يثبت به دعواه. قال المدعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها. أولا تفرق بين المدعي وبين مدعى عليه. من هو المدعي؟ من لا يجبر على الخصومة إذا تركها، لا يجبر عليها، إذا ترك خلاص ما لم أعد أريد فهذا لا يجبر، استمر. أما المدعى، والمدعى عليه من يجبر على الخصومة، يعني تدعي على شخص أرضا، تقول أرض لي، ثم بدا لك أن تقول خلاص تركت الحق لا أريد أن أستمر، ليس القاضي أن يجبرك، أما المدعى عليه هو الذي يجبر، الذي عليه الحق. إذا المدعي يعني قولهم من لا يجبر على الخصومة أفضل من قولهم صاحب الحق. لماذا؟ قد لا يكون صاحب حق، قد لا يكون صاحب حق، يعني ربما يدعي بباطل. إذا هو المطالب، والمدعى عليه هو من يعني يطالب بحق، سواء كان هذا الحق ثابتا أو ليس ثابتا. قال بعد ذلك: ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره. يعني لا بد أن يبين شيئا معلوما له علي، لي عليه ذهب، لي عليه ذهب مثلا 50 غراما، هكذا لي عليه أرض صفتها كذا وكذا في المكان الفلاني، فلا بد من البيان. فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى. هي عين فيها خصومة يمكن حملها، فيؤتى بها إلى مجلس القاضي ويقول المدعي: هذه هي العين، هذا الموبايل، هذا الخاتم لي، ليشير إليها بالدعوى. وإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها، لم تكن حاضرة فيقول لي عليه مثلا 1000 غرام من الذهب. وإن دعا عقارا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به، يحدد العقار على حسب وسائل التحديد الموجودة، ولا سيما في زماننا، يقول في الحي الفلاني في المنطقة الفلانية رقم الطابو كذا، وهو يغتصبه مني مثلا، هكذا. وإن كان حقا في الذمة ذكر أنه يطالبه به، لي عليه 100,000 دين، 100,000 دولار لم يسددها لي. فإذا صحت الدعوة سأل القاضي المدعى عليه عنها. هذا يسمونه أصول المحاكمات، يعني أصول المحاكمات في الشريعة. صحت الدعوة، حدد شيء يقبل تحديده، فالقاضي سأل المدعى عليه عنها، فإن اعترف قضى عليه به. أول شيء يفعله القاضي: أيها فلان يدعي عليك كذا وكذا، هل تعترف بهذا؟ إذا قال نعم خلاص، إذن يطالبه بالسداد. وإن أنكر سأل المدعي البينة، فإن أحضرها قضى بها. أنكر المدعى عليه، فالمدعي: هل لك من شهود؟ هل لك من بين؟ هل لك من إثبات؟ فإن أحضره خلاص، فيقضي له القاضي. وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها. عجز عن ذلك، عجز المدعي عن إثبات الحق، وطلب يمين خصمه، يقول فليحلف أنه ما أخذها، استحلفه عليها، ولا بد من طلبه أن يطلب اليمين. فإن قال المدعي: لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة. المدعي قال لي بينة، عندي شهود، وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة. لما دام هناك بينة، لي بينة حاضرة ويطلب منه اليمين، طب يعني يحلفه اليمين، فلا يستحلف عند أبي حنيفة. ولا
ترد اليمين على المدعي، هذا في مذهبنا الحنفية، يعني اليمين على من أنكر وليس على المدعي. فإذا ما طلب حول يعني حولت هذه اليمين إلى المدعى عليه إلى المدعي فلا يكون. إذن القاعدة ما هي النبوية؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، نص الحديث. البينة على من ادعى، فالمدعي الذي يطالب بحق مزعوم عليه البينة الشهادة الشهود أو إثبات، والمدعى عليه هنا عليه اليمين ولا ينعكس الأمر. ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق. ما معنى هذا الكلام؟ ملك مطلق لا يوجد قيود، مثلا في البادية في البرية يوجد هكذا خيام وأماكن يستقر فيها بعض الناس ربما منذ عشرات السنين وإن كانوا في الأصل بدوان رحلا، فهنا هذه معروف، هذه ديارهم، هذه أراضيهم، فهؤلاء قد سكنوا فيها وهي في أيديهم، ولا يوجد بينة بخلاف ذلك. إذن ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق. يقول لأن لا تفيد أكثر مما تفيده اليد، فلو أقام الخارج أي أقام من ليس له اليد، ها من ليس العقار تحت يده، أقام البينة كانت بينته أولى. الآن اليد هي ظاهر، ظاهر ما معنى ظاهر؟ يعني هذا هو كما قلنا في الأصول، يعني لا يوجد دليل يخالف هذا الأمر، هو المتبادر إلى الذهن، هو الذي يسبق إلى الفهم، ولكن يحتمل غيره، يحتمل يعني الآن وجدتني في هذا المكان على هذه الأرض، تمام؟ ما دليلك؟ الملك، وضع اليد، وضع اليد هذا ضعيف ليس في قوة البينة، فإن أقام المدعي بينة حقيقية فهي أقوى من اليد. ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق، يعني إذا أقام المدعي بينة حقيقية وأتى بالشهود أو بالإثباتات والطرف الثاني يقول لا، ما دام هي أرضي وهي تحت يدي فإذا صاحب البينة أقوى من صاحب الملك. وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول ولزمه ما ادعي عليه. المدعى عليه هنا رفض اليمين، يسمونه نكل عن اليمين، إذن رفض أن يحلف اليمين فيسمون نكل عن اليمين، فيلزمه ما ادعي عليه، يعني الحق الذي دعاه المدعي يجب عليه عند ذلك. يعني لو كان صاحب حق لا حلف اليمين. وينبغي للقاضي أن يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلاثا، فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه. لا بد أن يبين له وأن ينبهه على أن يعني أنا سأعرض عليك اليمين ثلاث مرات، لكن انتبه جيدا إذا رفضت في المرات الثلاث فإني سأقضي عليك بما ادعى. فإذا كرر العرض ثلاث مرات قضى عليه بالنكول، يعني نكل عن اليمين، رفض أن يحلف. وإن كانت الدعوة نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة، الدعوة على إثبات زواج نكاح، المنكر لا يحلف عند أبي حنيفة. ولا يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والولاء والحدود، يعني هذه الأشياء ليس فيها حلف عندنا الحنفية، لا النكاح ولا الرجعة ولا الفيء ولا الرق ولا الاستيلاد ولا النسب ولا الولاء ولا الحدود. وقال يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود. قال الصاحبان كل الأشياء السابقة يستحلف فيها إلا الحدود.
وإذا ادعى اثنان عينا في يد ثالث كل واحد منهما يزعم أنها له وأقام البينة قضي بها بينهما. ادعى اثنان عينا في يد ثالث، يعني مدعيان يقولان إن هذا المحمول الذي في يد فلان هو لنا، كل واحد يقول هو لي، وأقام البينة قضي بها بينهما، كل منهما أقام الشهود. فهنا ماذا يفعل القاضي؟ يعني يقضي بينهم بهذا الجهاز لكل منهما. نعم، يعني يقتسمانه بعد ذلك. وإن ادعى كل يعني يباع ويأخذ منهم كل منهم نصف الثمن، أو هكذا يعني يتراضيان بحيث يكون شركة بينهما. وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة، هذه مشكلة، ادعى كل منهما نكاح امرأة وأقام البينة لم يقض بواحدة من البينتين ورجع إلى تصديق المرأة لأحدهما. تذكرون حينما قلنا في الأصول إذا تعارضت البينات تساقطت، تعارضت من كل وجه. إذا قلنا في حالة شيء مملوك، عين، موبايل، سيارة، يمكن أن يقول هو لهما معا، أما امرأة زوجة كيف يقتسمانها؟ عبد يمكن أن يكون لهما معا، أم هنا امرأة، فيسقط القاضي البينتين وينظر إلى المرجح. ورجع إلى تصديق المرأة لأحدهما، فواحد منهما صدقته المرأة، إذن هذا بينته جاءت وافقت تصديق المرأة فتقبل. وإن ادعى اثنان على رجل كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد وأقام البينة، فكل واحد منهما بالخيار، إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك، كما قلنا في حالة الجهاز المحمول أو السيارة، فكل منهما مخير، إما أن يأخذ النصف بنصف الثمن أو يترك. فإن قضى به القاضي بينهما وقال أحدهما لا أختار، لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه، قضى بينهما لكن الثاني رفض، إذن الأول له النصف فقط وليس الاثنين، بين قامت على النصف وليس على قضاء القاضي، كان للنصف وليس على الجميع. وإذا ذكر كل واحد منهما تاريخا فهو للأول منهما، لاحظ أيضا نطبق قواعد الأصول، كل منهما ذكر تاريخا، عندنا المتأخر ينسخ المتقدم، هذا أتى ببينة وورق الطابو في تاريخ حديث والأول في تاريخ قديم، إذن لصاحب التاريخ الجديد، عفوا لصاحب التاريخ القديم، لنعلم أن هذا قد بيع في الزمن الأول، وهذا يحصل في نصب كثير الآن في نصب واحتيال، البيع يباع مرارا، البيت يباع مرارا، فهنا وكل منهم جاء ببينة، فالقاضي يقضي للأول، لأنه علمنا أن البيع الثاني قد انعقد على غير ملك، واحد نصاب محتال ويفعلونها كثيرا، باع هذا البيت واشتراه إنسان بثمن، ثم جاء آخر أيضا بعقد من المشتري الأول، إذن ما هذا لا يمكن أن ينسخ هنا، خلافا لما قلت أنا في البداية، يقدم الناس إذا حصل إلغاء السابق، يعني مثلا إذا الثاني باع الثالث باع وهكذا، فنأخذ بالأحدث منهما لأن كل واحد منهما يلغي ما سبق، أما في هذه الحالة لا يجري فيها النسخ، إنما يجري فيها أن العقد قد وقع على غير محل، يعني البائع الأول قد اشترى، قد باع، المشتري الأول قد اشترى فصار ملكا له، البائع الأول عاد فباع البيت الذي باعه لبائع لمشتري آخر، هذا وقع على غير محل فيلغى، لماذا؟ لأن تم الساقط لا يعود، سقط قاعدة تقول الساقط لا يعود، سقط يعني تم الشراء لهذا، فلا يمكن بيعه من الشخص الذي باعه أول مرة، فهو للأول منهما، وإن لم يذكر تاريخا ومع أحدهما قبض فهو أولى به، كلاهما يقول أنا قد اشتريت وليس عند كل واحد منهما تاريخ، لكن واحد منهما عنده دليل وهو اليد،
اعتمد، اذا هذا مرجح دي اضافي. وان ادعى احدهما شراء والاخر هبه وقبضا واقام البينه ولا تاريخ معهما فالشراء اولى. واحد قال باعني والثاني قال لا وهبني. وكل منهما اقام البينه، يقدم الشراء هنا لان الاصل البيع والشراء وليس الهبه. وان ادعى احدهما الشراء وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء، لأن المهر أيضا مال فهما سواء في هذا. وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن أولى، الرهن أولى. إذا تعارض الرهن مع الهبة فالرهن أولى. نعم. لماذا؟ لأن الهبة فيها نقل للملك والرهن ليس فيه نقل للملك، فهذا أولى. نعم. وإن قام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد الأبعد أولى، كلاهما خارج اليد ليس تحت يده وكل منهما قام البينة، فتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد أولى، يعني الأسبق أولى. هنا تجي مسألة المسألة الأولى السابقة التي ذكرناها أو جاء مثلها. وإن دعيا الشراء من واحد وأقام البينة على التاريخين فالأول أولى، كما في نفس المسألة. وإن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آخر وذكر تاريخا فهما سواء. كل واحد منهما أقام بينة على الشراء من آخر، يعني كلاهما اشترى من آخر وذكر تاريخا فهما سواء. هنا التاريخ متفق، سواء اتفق التاريخ أو اختلف فهما سواء في هذا، لأنهما يثبتان الملك للبائع الذي باعهما وليس لكل منهما، فيصيران كأنهما أقاما البينة على الملك من غير تاريخ، يعني كلاهما أقام البينة على أن الملك هذا كان عند بائع آخر. نعم. فكأنه لم يقم البينة على أنه اشتراه. وإن أقام الخارج البينة على ملك مورخ وأقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا كان أولى. أقام الخارج يعني الذي ليس في يده الملك البينة على ملك مورخ زمن معين وأقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم كان أولى. لماذا؟ لأنه أقدم. وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى. يعني أنه حصل إنتاج عنده. هنا مثلا القضية المتنازع فيها ولتكن بقرة وهذه البقرة ولدت فجاء أحد كلاهما أثبت أن البقرة مملوكة، فجاء واحد منهما وأثبت أنها قد ولدت عنده، قد ولدت قام صاحب اليد كل واحد منهما، كل واحد من يقول البقرة كانت عندي، وواحد منهما أثبت أن هذه البقرة ولدت عنده، جاء البيطري وقال لا أنا ولدت هذه البقرة عند فلان، عند ذلك هذه بينة إضافية. وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة، وكل سبب في الملك لا يتكرر، في أشياء تعدل مرة واحدة، يعني مثلا ثياب تنسج مرة واحدة لا يمكن نسجها بعد ذلك، إذن هذا وأقام بين على أنها نسجت عنده فهذا دليل المرجح. أو الطحين تحول إلى خبز هذا مرة واحدة لا يمكن تكراره. نعم. وإن أقام الخارج يعني الخارج من ليس له ملك من ليس تحت يده الملك البينة على الملك وصاحب اليد بينة على الشراء كان منه أولى. إذن أحدهما أقام البينة على أنه مالك وصاحب البي
أقام الخارج من ليس تحت يده البينة على الملك أن هذا عنده شهود على أنه ملكه، وصاحب البيد قدم بينة على الشراء. هنا هو تحت يده وقدم بينة على الشراء فهو أولى. نعم. وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان. قلنا لكم إذا تعارضت البينات تساقطت. كل واحد منهما أقام أن بينة دليل على أنه شهود على أنه اشترى من الآخر، عند ذلك تتساقط البينات ونعود إلى الأصل أنه أن لا هذه موجودة ولا هذه موجودة. وإن قام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء، ليست العبرة بكثرة الشهود. ومن ادعى قصاصا على غيره فجحده استحلف بالله، ادعى أن له القصاص حق مالي، يوجد مال فجحده يسلك في مسلك الأموال ليس كالحدود، قلنا الحدود لا يستحلف فيها. فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لازمه القصاص، نكل عن اليمين فيما دون النفس يعني الأعضاء وكذا يلزمه القصاص. وإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف. لماذا لا تحلف؟ وهذه فيها قصاص، القصاص طبعا هو يستوفى من الجسد، تمام، قلنا يختبر حدود. وأيضا يمكن إذا ما عفى أن يأخذ الدية، ففيه معنى المالية. طيب نكل عن اليمين يلزمه القصاص إذا كان دون النفس. نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف قال الصاحبان يلزمه الأرش فيهما، هنا المال فقط ولا يوجد القصاص عند الصاحبين لوجود الشبهة. وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة قيل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك 3 أيام فإن فعل وإلا أمر بملازمته. المدعي يقول لي بينة حاضرة، قيل الخصم أعطه كفيلا بنفسك يعني بحيث يحضرك إذا ما هذا بينته حاضرة، فأنت لا تغيب ولا تختفي، لا تغيب ولا تختفي، فأعطني كفيلا يكفل وجودك عندنا. فإن فعل وإلا أمر بملازمتي، فعل أتى بالكفيل وإلا يبقى ملازما له حتى يتم القضاء بينهما، إلا أن يكون غريبا على الطريق فيلازمه مقدار مجلس القاضي. هو غريب فيلازمه مقدار جلسة القاضي يعني حتى يحضر القاضي، حتى يعني يحضره القاضي. وإذا قال المدعى عليه هذا الشيء أو دعانيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبه مني وأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي. واحد يدعي علي هذه الساعة وقلت هذه الساعة هي أمانة في يدي لفلان الغائب وأتيت بالشهود، خلاص إذا انتهت وهذه تكون للشخص الغائب لأن البينة أثبتت ذلك. وإن قال ابتعته من الغائب فهو خصم، قال لا هذا الغائب الذي هو هناك أنا اشتريته منه فهو خصم عليه أن يثبت. وإن قال المدعي سرق مني وأقام البينة وقال صاحب اليد أو دعنيه فلان وأقام البينة لم تندفع الخصومة، قال هذا مسروق مني المدعي. الثاني يقول لا نعم هو هذا ليست لي إنما لفلان الغائب، فلان الغائب ربما يكون سرقه منه، فهنا لم تندفع الخصومة يعني تبقى الخصومة باقية بينهما. وإذا قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد أو دعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة بغير بينة. المدعي قال أنا اشتريته من فلان، صاحب اليد يقول لا هو أودعنيه فلان يعني هو أمانة عندي، سقطت الخصومة بغير بينة يعني لم يعد هناك خصومة إلا بالشهود، سقطت الخصومة. قال نقرأ المسألة مرة ثانية. وإذا قال مدعي ابتعته من فلان اشتريته من فلان الغائب وقال صاحب اليد أودعنيه فلان يعني فلان الغائب جعله أمانة عندي سقطت الخصومة عن المدعى عليه، يعني لماذا؟ لأنه خلاص أثبت أن هذا أمانة عنده وليس خصما في المسألة بغير بينة لتصادقهما، كلاهما صدق على أن الملك ليس لليد، يعني أنا هذه اليد التي عندي أنا قلت هي لفلان الذي هو غائب وهو أقام بينة على أن فلانا الغائب
قد باعها له، فكلاهما صادق في هذا، فلا خصومة هنا. واليمين بالله تعالى دون غيره، يعني اليمين في القضاء يحلف بالله سبحانه وتعالى دون غيره، وتؤكد بذكر أوصافه تعالى المرهبة كقول قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر يعلم من السر ما يعلم من العلانية ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق، ليس لا يقول له يعني طلق أزواجك إذا كان هذا ليس له حق هذا ولا أعتق عبيدك. ويستحلف اليهودي بالذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالذي خلق النار، بالله الذي خلق النار، ولا يحلفون في بيوت عباداتهم، إنما يحلفون في مجلس القضاء. ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان، يعني المسلم يحلف في مجلس القضاء لا نغلظ عليه في زمان معين مثل أوقات معينة من السنة أو من النهار أو بمكان كالمسجد وغيره، لا 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 داعي للتغليظ هذا. ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحده استحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعته. ادعى أنه اشترى من هذا عبده بألف، أنا اشتريت عبده بألف فجحد، استحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت، لأنه قد يكون باعه من آخر مثلا أو باعه وفسخ وهكذا. ويستحلف في الغصب بالله ما يستحق عليك رده، ولا يحلف بالله ما ولا يحلف بالله ما غصبت، يعني ربما هو يرى أن له حقا في هذا الغصب فيقول فلا يقال له بالله ما غصب، لا والله ما غصبت، ويقصد أن هذا لي، فيقال مثلا بالله ما يستحق عليك رده، ألا يجب عليك أن ترد؟ وفي النكاح بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال، ولا يحلف بالله ما تزوجتها، لأنه ربما تزوجها ثم طلقها أو ثم حصل فراق أو هكذا فسخ أو خلع أو هكذا. فإذا وفي دعوى الطلاق بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرت، ولا يستحلف بالله ما طلقتها، لأنه ربما يكون طلقها في كما قلنا في زمن سابق. وإذا كانت دار في يد رجل دعاها اثنان أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقام البينة، فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة، وقال هي بينهما أثلاثا. صورة المسألة، دار في يد رجل دعا عليه اثنان، أحدهما يدعي الجميع والثاني النصف، وكلاهما أقام البينة هذه، فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها عند أبي حنيفة، ولصاحب النصف الربع عند الصاحبين تقسم بينهما ثلاثا. نعم. ولو كانت في أيديهما سلمت لصاحب الجميع نصف، سلمت لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء، نصفها على وجه القضاء والنصف الثاني لا على وجه القضاء، يعني فيه منازعة هذا يعني مع الطرف الآخر. فإن تنازع وإذا تنازع في دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكر تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى. هنا اختصم في دابة، كل واحد عنده بينة وأحدهما أضاف إليها أنها ولدت عنده فهو أولى. نعم. وإن أشكل ذلك كانت بينهما، لم يتضح فهي بينهما. وإن تنازع دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى لأن اليد أقوى. وإذا وكذلك إذا تنازع بعيرا وعليه حمل لأحدهما فصاحب الحمل أولى لأنه في مقام اليد. وإذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى لأنه صاحب يد. وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أكثر منه
أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام أحدهما البينة قضي له بها. اختلف في المبيع وليكن سيارة، فادعى المشتري ثمنا وادعى الآخر البائع أكثر منه، ادعى أن اشتريتها بمئة ألف، البائع يقول لا بمئة وخمسين ألف مثلا، أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام أحدهما البينة. هنا العبرة بالبينة، فمن يقيم البينة يقضى له بها. وإن أقام كل واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة أو لا، المثبت مقدم على النافي. فإن لم تكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع. إما كل منهما أقام بينة، فالمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ذكره أو يفسخ البيع وكل يأخذ سلعته. وقيل للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع، كل واحد يأخذ حقه أو ترضى بهذا الثمن. فسخ البيع أمر يسير وكل واحد يحتفظ بثمنه. فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر، يستحلف الاثنين لأن كل منهما مدعي ومنكر من جهة. يبتدئ بيمين المشتري، فإذا حلف فسخ القاضي البيع بينهما، وإن نكل أحدهما على اليمين لزمه دعوى الآخر، الذي يحلف يستحق الثاني يلزمه الدعوى. وإن اختلف في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما. هنا اتفق على البيع لكن الخلاف في أمر إضافي وهو الأجل المدة أو الخيار أو كذا، فلا تحالف هنا. والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه، لأن الأصل هو عدم الخيار، الأصل أن يكون البيع نافذا. نعم. وإن هلك المبيع ثم اختلف لم يتحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف، المبيع هلك ثم حصل خلاف عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا تحالف، وجعل القول قول المشتري الذي اشترى. نعم. وقال محمد يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهلك، عند محمد يفسخ البيع، يتحالفان ويفسخ على قيمته الذي هلك، قيمة الذي هلك. وإن هلك أحد العبدين ثم اختلف في الثمن لم يتحالف عند أبي حنيفة، هلك أحد العبدين ثم اختلف في الثمن لا تحالف عند أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك، البائع رضي أن يترك حصة الذي ذهب. نعم. وقال أبو يوسف يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك، وهو قول محمد، عند أبي يوسف يتحالفان الحي، أحدهما مات والآخر حي، فيفسخ في الحي وتبقى قيمة الهالك. وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تزوجني بألفين، فأيهما أقام البينة قبلت بينته. نعم. وإن أقام البينة فالبينة بينة المرأة، يعني كلاهما أقام البينة فالمرأة هي تأتي بالبينة لأنها تطالب مثلا بالزيادة هنا مثلا. وإن لم تكن لهما بينة تحالف عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح، يتحالفان ولا يفسخ النكاح حتى يبت القاضي بعد ذلك، يبت القاضي بعد ذلك، ولكن يحكم بمهر المثل، هذه تقول ألف وهذه ألفين، طيب ما هي النتيجة؟ نحكم بمهر المثل. فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج. الآن المثل كان مثل الذي ادعاه الزوج، يصدق الزوج هنا ويقضى له. وإن كان مثل ما ادعت المرأة أو أكثر، المرأة تدعي أكثر، قضي لها بما ادعت المرأة. لأن المثل يوافق المثل. وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضي لها بمهر مثل. الله أكبر الله أكبر. إن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته الزوجة قضي لها المهر المثل، هنا مرجح في الحالتين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تزوجني بألفين فأيهما أقام البينة قبلت بينته، هذا واضح خلاف بين زوج وزوجه في المهر، هو يقول ألف يدعي الأقل هي تقول بألفين، فإن أقام البينة أيهما أقام البينة مع البينة. طيب إن أقام البينة كل منهما أقام بينة أتى بشهود، فالبينة بينة المرأة، البينة للمرأة، وإن لم يكن بينهما بينة تحالف عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح، ولكن يحكم بمهر المثل، لا يوجد بينة يتحالفان ولا يفسخ النكاح ويقضى لها بمهر المثل. طيب الآن حالة، فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج، مهر المثل كان موافقا لقول الزوج يحكم بقول الزوج لأنه موافق المثل، هناك قرينة مرجحة. وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضي بما ادعت المرأة، نعم واضح هذا. وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضي لها بمهر المثل، هنا حصل اختلاف، أكثر مما اعترف الزوج وأقل مما ادعت المرأة، هنا نعود إلى مهر المثل. وإذا اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا، وإن اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر. استأجرت هذه الدار بألف ليرة ولكن لم أسكن فيها شهرا كاملا، هنا يتحالفان ويترادان، كل واحد يحلف ويفسخ العقد، لا لأن تم الاستهلاك وجلست فيها شهرا، هنا لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر، يقدم قول المستأجر. نعم. وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الماضي قول المستأجر. الآن استوفينا بعض المدة وجلست فيها 10 أيام، يتحالفان والعقد ينفسخ فيما بقي، والمدة الماضية تحسب من الأجرة لكن على قول المستأجر، يعني على المبلغ الذي سماه ودعاه. وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالف عند أبي حنيفة وقال يتحالفان وتفسخ الكتابة، على مبدأ أبي حنيفة رحمه الله أنه لا، هذه كتابة لا تحالف فيها، فلا يتحالفان عنده، عند الصاحبين يتحالفان وينفسخ عقد الكتابة ويعود رقيقا.
وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فما يصلح للرجال فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة. اختلف في البيت كل يقول هذا لي، ففي أشياء يعني هي عادة من عدة النساء فهذه للمرأة، وعادة أشياء مثل عدة الحلاقة وأشياء يعني عادة الرجال يهتمون بها فهي للرجل. وإن مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما. مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر، من بقي من الزوجين، فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما. الآن ميراث هذا. وقال أبو يوسف يدفع للمرأة، يدفع للمرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج، يعني عادة أنه يجهز مثلها بكم يدفع لها والباقي يبقى للزوج. وإذا باع الرجل جارية فجاءت بولد فادعاه البائع، فإن جاءت به لأقل من 6 أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع. باع جارية جاءت بولد، البائع ادعاه لأنه هذا مال، فإن جاءت به لأقل من 6 أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع، لأنه علم أنه كان في ملكه قد حصل. وأمه أم ولد له هنا، ما إذا كان يعني إذا كان منه، إذا كان هذا الحمل منه فأمه تكون أم ولد، و لا يجوز بيعه أصلا فيفسخ البيع ويرد الثمن. وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعدها فدعوى البائع أولى. ادعاه المشتري قال هو لي، وادعاه البائع أو بعد فدعوى البائع أولى، هذا إذا كان أقل من 6 أشهر. وإن جاءت به لأكثر من 6 أشهر لم تقبل دعوى البائع إلا أن يصدقه المشتري. أكثر من 6 أشهر يقول لا، هذا ربما يكون حمل جديد، إلا إذا قبل وصدقه المشتري. وإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من 6 أشهر لم يثبت الاستيلاد في الأم. نحن قلنا أم الولد تعتق بعد وفاة زوجها، الآن مات الولد فادعاه البائع، البائع قال لي وجاءت به لأقل من 6 أشهر لم يثبت الاستيلاد في الأم. نعم. وإن ماتت الأم فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من 6 أشهر يثبت النسب منه في الولد، وأخذه البائع ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة. النسب شيء آخر يثبت حتى لا يضيع نسب هذا، وإذا كان لأقل من 6 أشهر يأخذه البائع، لأنه علمنا أنه صار في حصل في ملكه. وقال أبو يوسف ومحمد يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم. ومن ادعى نسب أحد التوأمين نثبت نسبهما منه. الآن توأم، فادعى واحدة منهما وسكت عن الثاني، لا ثبت النسب للاثنين. هذه مسألة هي خارج موضوع الدعوة لكنها يعني وضعت هنا. ثم انتقل الشيخ إلى كتاب الشهادات. بالنسبة لصلاة الظهر يعني الأخوة الذين يتابعوننا، يعني المساجد التي حولنا لا يحسنون قراءة الفاتحة، بل حتى لا يحسنون قراءة القرآن الأئمة، لذلك يعني نحن نصلي في جماعة خاصة بنا. نعم. عندنا استراحة لمدة ربع ساعة للصلاة ثم نلتقي بعد ذلك. وبارك الله بكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.